مساء الخير بالخميس 26 نيسان 2018 بتجدد اللقاء على الهواء مباشرة وعبر قناة مساواة الفضائية شو بالبلد للعشرة. اليوم ومبارح وأول مبارح عدنا هيك إلى الأجواء الشتوية بدون سابق إنذار، وطبعا المنطقة الفلسطينية وكل منطقة الشرق الأوسط كانت فيها أجواء شتائية بامتياز، يمكن هيك ما مرت علينا بكانون الماضي. ثلاث أيام كانت ماطرة وعاصفة وأدت إلى مجموعة من الكوارث بطبيعة الحال يلي سمعنا عنها، ومؤخرا ما حدث قبل ساعات في منطقة النقب والسيول اللي جرفت مجموعة من الطلاب يلي كانوا خلال رحلة مدرسية هناك، الأمر يلي أدى إلى مصرع 10 من الطلاب، وما زال فعلا البحث مستمر عن مجموعة من الطلاب يلي فقدت آثارهن، والقوى الإنقاذ ما زالت مستمرة بعمليات البحث، وطبعا مجموعة من المباني يلي كان فيها فيضانات وسيول، مجموعة من الأشجار يلي اقتلعت بمجموعة من القرى والمدن العربية وغير العربية. وعدتنا دائرة الأرصاد الجوية أنه لحد يوم غد ساعات العصر سيتوقف الشتاء، ويوم السبت راح ترتفع درجات الحرارة. أما درجة الحرارة باستوديو شو بالبلد معتدلة لهذا المساء ومليئة بالإثارة، لأنه رح نطرح موضوعات مثيرة جدا. لأول مرة رح نتحدث عن مواضيع متعلقة بعالم الخيال والواقع، متعلقة بالأحلام والتنويم المغناطيسي، سندخل بكل التفاصيل حول هاي المواضيع. إضافة إلى الفقرة الفنية سنكون مع إصدار فني جديد من العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن بصوت الفنانة الفلسطينية سيدر زيتون رح تكون ضيفة عنا ونتحدث عن تفاصيل هذا العمل الفني. فإذا هذا وعد لكم بحلقة مليئة بالإثارة، نبدأها مع بروفيسور مروان دويري ودكتور علي بدارني. أهلا وسهلا فيك، تفضلوا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك. أهلا فيك بروفيسور مروان، تفضلوا. يعني تحدثت أنه حلقة مليئة بالإثارة وهيك مواضيع ستطرح يمكن للمرة الأولى على الإعلام بالتفاصيل اللي راح نخوضها مثل ما وعدتوني قبل التسجيل. واقع وخيال بروفيسور مروان، أحلام، كتير أشياء منشوفها بحياتنا اليومية يمكن ما منعرف نعبر عنها بالواقع، بالأحلام منكون أقوياء، منكون ما حدا أدنى، ومنشوف أمور غريبة عجيبة. لما منحكي واقع ومنحكي خيال كيف بإمكاننا نربطهم مع بعض؟ ولما رتبنا الحديث عن هذا الموضوع في المحاضرة اللي بدها تكون في حيفا، كتار تسألوا طب تحكوا على الخيال والأحلام والهيبنوزا والناس عايشة في واقع عائلي واقتصادي وسياسي، وين هذا وين هذا؟ أنا اللي بدي أقوله أنه إحنا عايشين في الأساس في صور ذهنية وفي خيال عن واقعنا الأسري والمادي والسياسي. بالآخر إحنا عايشين بي 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 بالخيال أكثر من الواقع، بس مفكرين إنه الخيال اللي عندنا والصور الذهنية اللي عندنا هي الواقع الحقيقي. الواقع الحقيقي ما حدا بيعرفه، إحنا بس نعرف الصور الذهنية اللي إحنا مكونها عن الأشخاص اللي نعرفهم أو عن البيئة اللي إحنا موجودين فيها، ومن خلال الخيال إحنا نفكر. إحنا كيف نقرر مثلا نروح على عرس ولا ما نروحش؟ إحنا نتخيل العرس شو بده يكون فيه ونقرر نروح ولا ما نروحش. كيف نقرر شو ناكل؟ برضو بنتخيل ناكل مثلا فلافل ولا مشاوي حسب الخيال. هو الساحة اللي احنا نفكر فيها بشكل اللي احنا منجيب الواقع منستحضره بقدرتنا الدماغية عشان نفكر وناخد قرارات. نقدر نقول يعني دكتور الخيال هو اللي بحركنا باليوم يوم، يعني كل قضية الفانتازيا أو التخيل هي اللي بتحركنا لأهدافنا. الخيال هي الساحة لاستحضار الواقع الغير موجود إسه. إسه إحنا موجودين هنا باستوديو، بس أنا بقدر أستحضر إيش كان مبارح وأحكي لك عن إيش كان مبارح، أو أتخيل بكرة إيش راح يصير وأقرر شو بدي أسوي بكرة. فبدون الخيال الإنسان بيكون محدود جدا. الخيال هي موهبة اللي إحنا من خلالها نستحضر الواقع، منفكر فيه، منأخذ قرارات، وعليا إحنا عايشين هناك. اللحظات اللي احنا بس منعيش التجربة الحسية زي انه اطلع على هذا اللون او اطلع عليك وبس يعني استوعب المعطيات الحسية اللي بتدخل لعيني ولديني، هي لحظات كتير نادرة. اغلب الوقت حتى وانا اطلع عليك
أنا بستحضر صور وذكريات، حتى إذا بطلع على لون أو على شكل أنا بستحضر صور وذكريات. فعمليا معظم الوقت إحنا بنقضيه في عالم من خلينا نسميها فقاعة من الصور الذهنية اللي إحنا كوناها من البيئة اللي إحنا عايشين فيها، بس البيئة اللي إحنا عايشين فيها هي بالأساس مادة خام اللي إحنا صنعنا منها صور. إذا أنا وإياك بنكون في نفس المحل ممكن نرجع في انطباعات مختلفة، أنت توصف المحل أو الشخص اللي التقينا معه بشكل، أنا أوصفه بشكل تاني، لأنه أنت صنعت من التجربة هاي الصورة تبعتك وقررت أنه هذا المحل جميل وبدي أرجع له. أنا ممكن أصنع إشي تاني وأقرر لا هذا المحل مش جميل بديش أرجع له. نفس المحل، فالواقع المادي الخارجي هو بس مادة خام عشان أنت تصنع فيها تجربتك وأنا أصنع تجربتي وإحنا التنين الجدل. وهي نقطة مهمة وهنا بنهي هاي الفقرة، يعني واحدة من اللي بتسبب مشاكل وصراعات بين الناس هو أنه كل واحد مفكر أنه قراءته للدنيا هي قراءة موضوعية، والموضوعية أنا بفكر هي مشكلة. لما أنا بقتنع أنه أنا موضوعي معناته أنت مش موضوعي، معناته اختلفنا. أما إذا أنا بقتنع أنه أنا عندي رؤية ذاتية ورأي وقراءة خاصة فيه، انت عندك الصح تبعك وانا عندي الصح تبعي، ساعتها الحوار بيناتنا بيكون غير شكل وبيكون بغني، انا بفوتك في العالم تبعي انت بتفوتني في العالم تبعك، ساعتها الحوار بيصير جميل فيه اثراء. اما لما انا بفكر انه الصح هو بجيبتي انا وانت غلطان معناته احنا الصدام. هي المشكله اللي بعاني منها اغلب المجتمعات الشرقيه. بروفيسور بعد شوي هيك رح ندخل اكثر بتفاصيل الخيال ونربطه بقضيه الاحلام. دكتور علي بدرني اهلا وسهلا فيك مجددا. بدانا الحوار مع بروفيسور دويري حول الخيال. لما بنحكي عن هيبنوزا او تنويم مغناطيسي، لاي مدى المعالج يبقى على ارض الواقع ولاي مدى يذهب في مخيلته إلى عالم الفانتازيا؟ الخيال هو بداية العملية التنويمية. يعني احنا عادة بنبدأ في التنويم باستعمال الخيال. فالمتعالج أو المتلقي الخدمة هو عمليا إحدى الطرق إنه ممكن يتخيل حاله في مكان معين، يتخيل أشياء بتصير في جسمه. وبالمناسبة الخيال برضو بيستصدر تغييرات جسمانية كمان، كيف احنا ممكن نخلي الجسم يصير تحدث فيه تغييرات بالخيال تبعنا. فالخيال هو بداية التنويم عمليا. لما احنا بنفوت في عدة مراحل للتنويم يمكن نجي بعد شوي للهيبنوزا، فكثير حالات بنبدأ فيها من الخيال. الخيال هو الأساس اللي بنعتمد عليه. لازم يكون الخيال واسع من أجل أنه الواحد يقدر يدخل لهاي الحالة دكتور. يعني في كتير أشخاص اللي عندهم كنترول على نفسهم، هيك عندهم محاولة انضباط بشكل مش مفهوم، بأي مدى بيقدروا يستحضروا هذا الخيال اللي حضرتك تتحدث عنه؟ الخيال هو موجود عند كل واحد. السؤال قديش إحنا نقدر نصل ونستغل هذا الخيال الموجود عند الإنسان بهدف استغلاله لعملية علاجية اللي إحنا بدنا نفوت فيها. الخيال هو موجود بدرجات مختلفة هنا وهناك. قديش الإنسان بيسمح لحاله أن يفوت للعمق أكثر في الخيال أو يظلوا على الشط برا، هاي الأسئلة المطروحة. ولكن القدرة الموهبة على التخيل والغوص في الخيال هي موجودة عند كل الناس بشكل عام. كمان مرة بعملية التنويم، نعود نرجع للتنويم للهيبنوزا، في عدة تمرين إحنا بنفحص قديش قابلية الإنسان أو قديش الخيال هو ممكن يكون ركيزي أولى لإلنا علشان نفوت في العملية التنويمية. في أشخاص معينين اللي إحنا بنشوف إنه عن طريق الخيال ممكن صعب هذا الإنسان يفوت، فبنستعمل طرق ثانية اللي تساعدنا نساعد الشخص يفوت في الهيبنوزا. يعني إذا شوي بدنا هيك نبتعد عن الخيال، شو الطرق اللي يعني طلع أنا عندي مثلا في العيادة، في عندي الجونج، عندي الموسيقى، عندي البندلوم اللي ممكن نستعمل النظر، فيش حاجة يبعد وإنما يشوف، يستعمل حواسه إن كان السمع عن طريق الجونج، إن كان النظر عشان نشوف البندلوم كيف عمال بتحرك. ففي هاي طرق ثانية، يعني في كمان طرق للاسترخاء الجسماني، يعني يركز كل تركيزه مثلا في إيديه، في عضلاته، في رأسه، في جريه إلى آخره، ويبدأ ممكن حتى إنه يوتر العضلات هاي ويحررها، أو وتر عيونه ويغمض عيونه ويحررهن، يغمضهن ويحررهن عدة مرات، أو ركز في نقطة معينة بالسقف. بحكي عن النظر، أنا بحكيش عن خيال. نقطة معينة موجودة في سقف العيادة ممكن يركز فيها المتعالج، ومن ساعتها ممكن يفوت هو في هيبنوزا بدون الاعتماد للخيال.
هاي عدة طرق انا عمال بحكي عنها اللي ممكن تساعدنا انه نساعد الشخص يفوت في الهيبنوزا. جميل، رح نفوت اكثر بتفاصيل الهيبنوزا كمان مع حضرتك بعد شوي. بالعوده لحضرتك بروفيسور دويري، نتحدث عن الاحلام وعالم الاحلام. هذا العالم قبل الاحلام اذا بسمح لي بس اضيف شغله على الهيبنوزا والتنمر. حاله النوم المغناطيسي هي حاله يوميه لكل واحد منا بفوت فيها بدون منوم، هي حاله استغراق. لما انت بتتذكر شيء وبتبكي وبنزلوا دموعك، هاي حاله نوم مغناطيسي أو نوم مغناطيسي. إذا أنت تقعد قدام شط بحر وبتراقب الموج، أنت بتستغرق. حالات الاستغراق يوميا نحن بنفوت فيها، فحالة النوم المغناطيسي مش حالة خارجة عن يعني سياق الحياة. يعني هذا دكتور لما بيحكوا عن شخص أنه سرح بالضبط. سرحان راح مع حاله، السرحان هي حالة نوم مغناطيسي. التنوم المغناطيسي هي لما في تنين بيتفقوا أنه أنا منوم، أنت شخص مستعد تتجاوب مع الإيحاءات اللي المنوم بعطيها، ساعتها بفوت في حالة استغراق لهدف علاجي. مش لهدف يعني تهريج أو شيء، لهدف علاجي عشان يستغرق في داخل ذكرياته، عشان يستغرق في داخل وضعية خيالية اللي هو بده يجربها ويخوض تجربة خيالية عشان يستفيد منها نفسيا. فحالات التنوم المغناطيسي حالات يوميا، اللي بسوق في الهايوي مدة ساعتين بيكون في حالة نوم مغناطيسي ومتبع الشارع. لأنه النوم المغناطيسي هو مش انقطاع عن الواقع، صحيح، هو استغراق وفي نفس الوقت في صلة مع الواقع. صحيح. إذا بدي أربط قضية التنويم المغناطيسي واستحضار الذكريات، بفكر كمان الأحلام هي عبارة عن نوم مش مغناطيسي، نوم، ولكن أيضا هناك استحضار ذكريات وهيك رؤية يمكن أفلام ورؤية سيناريوهات اللي مرت بحياتنا، بس بالحلم بنشوفها أحيانا مختلفة، وفي أغلب الأحيان مختلفة بروفيسور دويري، وبتشغلنا. يعني كتير مننا بصحى الصبح بيكون شاغل شو حلم، بيكون مرعوب من شو حلم، بيكون مبسوط من شو حلم. التأثير اللي بنشوفه ب وقت النوم من حلم من سيناريو على أرض الواقع، على حياتنا اليومية. طلع اللي نشوفه بالحلم هو من حياتنا اليومية الواقعية والشخصية. خلنا أوضح بعض الشغلات. أول شيء كل الناس بيحلموا، لأنه في ناس بيقول لك أنا بحلمش، بس في ناس بتذكروش أحلامهم. بالنوم كل ساعة ونص في دقائق لي حلم، ممكن تكون 5 دقائق أو 3 ساعة أو نص ساعة. كل ساعة ونص هي دورة دماغية. الدماغ فيه نصين، نص الأيسر بيعالج وبفكر بطرق تسلسلية رقمية لغوية منطقية، نص الأيسر بيعالج نفس القضايا بشكل صوري أو مجازي ميتافور. ليش عنا نصين؟ لأنه حياة البني آدم كل وقت بدها التفكير المنطقي وبدها التفكير الإبداعي الصوري كمكمل. مش صدفة عنا هدول النصين. احنا بالنهار بنمر في كتير قضايا، ممكن قضايا أسرية، ممكن قضايا شخصية، قضايا اقتصادية أو سياسية، بنفكر فيها بشكل منطقي. شو يعني بشكل منطقي؟ إذا بعمل هيك شو النتيجة؟ إذا بعمل هيك شو النتيجة؟ بقرر بدي أعمل هيك وبديش أعمل هيك. هذا منطقي. صادفت مأزق معين بسترجع وبقرر أعمل هيك ولا ما أعمل شيء. هذا منطق. نفس القضايا اللي إحنا بنمر فيها واللي هي بتكون عالقة وما انحلتش، وفي كتير قضايا بتكونش محلولة، بدك تقرر شو تتعلم مثلاً، أو تفتح مصلحة أو لا، أو تسافر ولا ما تسافرش. هاي قضايا بتشغل الشخص مرات أسابيع. وإذا في قضايا عالقة مثلا مكانتي في المجتمع، مكانتي في الأسرة، مكانتي أو أي نوع شريك حياة بدي، هاي قضايا بتستمر. بالنهار أنا بعالجها بشكل منطقي، بس بالليل بتظهر نفس القضايا بشكل صوري مجازي. بس مش بمعنى أنه إذا عملت هيك شو النتيجة، إذا عملت هيك شو النتيجة، إنما بخوض البدائل، بخوض التجربة. نفرض إذا أنا منزعج من شخص، ممكن يكون شخص اللي هو قريب في الأسرة، ممكن يكون زوج أو زوجي أو أب أو أخ أو كذا، منزعج، أنا بفكر بالنهار في هذا الموضوع، بس بالليل مش بحلم أني أنا بتصارع أنا وياه أو بشتبك أنا وياه. أنا ما بالحلم بتغطى في رموز، فالأشخاص اللي بالحلم هن مش الأشخاص المقصودين. مرات إذا بيظهر شخص اللي أنت فعلا هو المقصود بيكون مغطى بحدا تاني، فممكن تشوف مثلا عينين أبوك بينما ثيابه ثياب مدير المدرسة تبعك. ففي تشابك كتير بتصير. فكرة كمان المكان دكتور، يعني كمان. أنا في بيتنا بس هذا مش بيتنا. مظبوط يعني مظبوط. هدف الحلم يعالج قضية اللي أنت بتكاش تعترف في كل جوانبها. وإحنا كلنا إحنا كبشر في عنا شغلات مكبوتة، مثلا الغضب على ناس منحبهن نكبته،
ميول جنسيه بنكبتها، كل الممنوعات بنكبتها، بالنهار كمان تظهرش لانه منتجرأش نعترف فيها، بالليل كله بنفتح بنفتح. واذا بده ينفتح بشكله الفظ ساعتها منفيق من كابوس، وهذا هو الكابوس. الفرق بين كابوس وبين حلم هو لما الشغله بتنفتح بشكل فظ وقاسي مش قادرين نتحمله فمنفيق خايفين بشكل احنا رافضينه يعني. عشان هيك الحلم وظيفته هو يعالج القضايا بعمق، بس مغطى برموز، مغطى بتشابك، ومغطى كمان في ازاحه. ممكن قضيه هي بتتعلق في البيت بس انت بتشوف نفس القضيه بتمارسها نفرض بمحل ثاني، هذا قضية المكان. فالحلم شغلته يغطي القضية اللي تتعالجها، بس القضية اللي تتعالجها هي قضية حياتية حقيقية اللي هي نفسها بتشغلك منها. هي كمان أحيانا يعني دكتور علي، يعني لما تحدث فيه بروفيسور دويري، أحيانا الأحلام بتشوشنا، يعني بقضايا اللي إحنا عم نفكر فيها بشكل يومي، بنيجي بنحلم حلم، بنصحى ثاني يوم عم نفكر بالحلم، مرات بيكون عكس بشو إحنا عم نفكر بالواقع، يعني بشوش. طبيعي يكون عكس، مزبوط، لأنه بيعكس إشي مخبى عليك. وهو بشوش، يعني بشوش قراراتك. اليوم التنويم المغناطيسي لما شخص يعني بيكون بحالة تنويم مغناطيسي، هذا الأمر بيساعد إنه يمكن أكتر يكون بفوكس مع تفاصيله، يمكن أكتر يكون بفوكس مع ذكرياته، مع شو بده يطلع. السؤال ليش الأحلام العادية بتشوش؟ تنويم مغناطيسي ما بيشوش، بالعكس بيطلع الواقع كما هو. حلو، سؤالك حلو. هذا الإشي اللي حكاه بروف مروان قبل شوي عن الأحلام. الفرق بين الهيبنوزا التنويم المغناطيسي والحلم انه الحلم هو الانسان بيحلمه وبفش عليه يسيطر عليه، بيجي بالليل وممكن اشي يتدهور لكابوس كيف حكيت او لاشياء ثانيه. بالتنويم المغناطيسي احنا بنفوت البني ادم لحلم ولكن بشكل مبادر، في مع مراقبه، مراقبه المعالج الماب يعني المنوم، وبهدف علاجي، بهدف علاجي. هو بيكون عارف حاله وين رايح بالتنويم. بالتنويم كمان مره حسب الهدف. لما في انسان عنده قلق، عنده مشكله معينه، طلع خلينا نقول هيك البدايه، شو هي الهيبنوزا؟ الهيبنوزا التنويم هو دخول الى العالم اللاواعي تبع البني ادم، هو تحييد وسائل المراقبه الذهنيه تبعت الشخص، الوعي تبعه، القفز عنه والغوص في العالم اللاواعي اللي هو عمليه الحلم اللي بصير. ولكن هناك بصير في النوم بدون ارادي، بدون رغبه، بدون ارادي. هون احنا بشكل مبادر، بشكل مقصود، بنوصل هذا البني ادم انه يقفز عن الوعي تبعه ويغطس في العالم اللاواعي. بالعالم اللاواعي هذا عالم، هو كنز، هذا مليان ذكريات، مليان كل الاشياء الموجوده من الطفوله، الاحباطات، التجارب الشخصيه، النجاحات، كل الاشياء الموجوده عند الانسان اللي بشكل او باخر دفشها، حطها في العالم اللاواعي بهدف يحمي حاله ويحافظ على صحه نفسيه سليمه. احنا بنفوت عليها هناك بهدف نعرف ايه وين مشكلة انه هذا الانسان اليوم بيعاني من قلق معين، من خوف معين، من اشياء معينة. هاي من خلال التنويم. لما بنصل لهناك عمليا الاشي كمان مرة بيكون في دايما المنوم هو على اطلاع شو عمل بصير مع المنوم، مع الشخص المتعالج، وبرافقه في هاي العملية. الانسان، هل الانسان بيفقد السيطرة على حاله بهذا المحل اللي يصل لكابوس؟ ممكن الانسان يصل لحالة انه انفعالات نفسية لما هو موجود بهذا المحل، ولكن كمان مرة هاي بمراقبة المنوم اللي موجود جنبه اللي بيقدر يساعده كيف يتعامل مع هاي الانفعالات النفسية اللي بتظهر بالحلم بشكل كابوس. اوكي، هاي اللي في كتير، عفوا على المقاطعة، على كل ما يتعلق موضوع العقل الباطن أو المكان اللاواعي لنا، فيه كتير تفاصيل يمكن اللي احنا حطيناها هناك ما بدنا نتذكرها، أو هيك بهدف انه احنا نحمي حالنا ونضل بالمكان الواعي. وسائل الدفاع الإنسان فعلا عادة. اليوم لما أنا بدي أعمل تنويم مغناطيسي أو لما بدي أخذ أي علاج نفسي عند 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 المعالج النفسي، في كتير مرات ناس بتقول أنا مش متذكر، انا بتذكر شو كان بالطفوله، لانه يمكن ما بده يطلعه من العقل الباطن. اليوم مهارات العلاج النفسي ان كان عن طريق الهيبنوزا وان كان عن طريق العلاجات النفسيه التقليديه، لاي مدى هناك مهارات لاستخراج التفاصيل اللي انا رافض اصلا اني اطلعها بذريعه انه انا مش متذكرها؟ نبدا من عند حضرتك دكتور. اول شيء هات نبدا هيك، الذكريات هي عمليه ديناميكيه، ممكن الإنسان وصله لأنه يتذكر شغلات صارت معها حقيقة أو مش حقيقة ما حداش بعرفها. صار في قصص حتى من ناحية قانونية ومحاكم وإلى آخره عن أشخاص اللي هن يتذكروا شغلات وتقدموا لمحاكم بهدف أنه يحصل على حقهم اللي ميراث وما إلى ذلك واعتداءات وكل الشغلات هاي.
عن طريق الهيبنوزا ممكن نوصل هاي احدى الطرق اللي احنا بنستعملها نرجع الانسان بالجيل بالعمر لجيل معين وليعيد يصل للجيل جيل 3 جيل 5 جيل 7 اللي هو ويستذكر ويتذكر الحوادث اللي صارت معاه بهذاك الجيل اللي ممكن تكون هي سببت اليوم الحاله النفسيه اللي هو موجود فيها واللي بسببها اجى على العلاج هو اليوم ابن 20 او ابن 30. عمليه العوده في الجيل هاي بتساعدنا بالفعل نقدر نصلا نفوت على الذكريات كمان مره، وهاي بعنيش انه هي ذكريات موضوعيه نحكي على ايش الموضوع، انه هي ذكريات حقيقيه صارت ولكن هاي ذكريات الانسان ماخذها معاه او بيشير لعلي بيشير لإلها لما هو رجع لجيل 7 او جيل 5 سنين. ممكن تكون ذكريات وهميه يعني، ممكن تكون ذكريات وهميه ممكن تكون، لانه كمان مره العمليه الذكريات هي شيء ديناميكي ما حداش بيقدر يشير بشكل واضح. في انقسام بين العلماء بهذا الموضوع، بعرف شو راي بروف مروان، ما حكيتش اياه بهذا الموضوع، ولكن في انقسام بين العلماء علماء النفس بهذا الموضوع، انه في اللي بيقول انه في ذكريات احنا ممكن نصلها بشكل دقيق، وفي القسم الاخر واحنا نحكي عن علماء اللي هن باحثين جدا كبار اللي بيقولوا لا ممكن تكون هي عمليه ذكريات وهميه اللي ما صارت وانما هي من اختلاق من الخيال تبع الشخص نفسه اللي هو اقنع حاله انه هي ذكريات صارت حقيقيه. بروفيسور دواري، لما بنحكي عن ذكريات وهميه، لما بنحكي على تفاصيل يمكن الشخص المعالج اقنع حاله انه كان موجود بهذا المكان او حدث مع هاي الحادثه، هذا ما بيشوش سيروره العلاج؟ ما بيشوش لا. يمكن المكان اللي موجود عليها الشخص اليوم؟ لا، خليني ابدا من محل واوصل لهذا. قضيه اللاوعي، اذا الشخص مخبي عن نفسه مضامين معين اللي هو بده يعترف فيها، هي اداه لحمايه نفسه. العلاج مش هدفه يكشف هاي الشغلات هيك بشكل فظ، انه لازم يحضره يعطيه التقوي الملائم عشان هو يكون جاهز انه يستقبل هاي الذكريات او يستقبل المضامين الممنوع. عاده الشيء اللي مكبوت هو شيء ممنوع، فبنشغل بالاول بالوعي تبعه بالضمير تبعه عشان هو يكون جاهز يستقبلها. لما هذا بصير بيكون جاهز يستقبلها. الذكريات، في ناس بتفكر انه الذكريات هي توثيق فوتوغرافي للماضي. لا، الذكريات هي خلق، هي سرد. الماضي مادة خام اللي احنا بنكون منه ناراتيف، قصة حياتنا. ونفس الحدث بيكونوا فيه نفس الأشخاص بياخذوا منه أشياء مختلفة. فعمليا الإشي اللي أنا بتذكره عن حياتي هي سيلكشن، انتقاءات معينة، انتقاءات معينة اللي أنا شفتها حسيتها مقتنع فيها إنه هذا هيك اللي صار، بينما حدا تاني كان مشي في نفس المسار. بقدر أعطيك مثال، يعني مثلا عيلة معينة اللي كانت توصف حدث إنه الأبو بروح من تل أبيب في آخر الأسبوع، كل واحد بوصف نفس الحدث بشكل مختلف. بالنسبة للعيلة هاي الابن بالنسبة له لما بروح أبوه شمت هوا وفرح، البنت رعب بتسكر على حالها بالأوضة، الأبو روح، الأم غسيل وطبيخ وتحضير وبيسلموا عليه وكذا. نفس الحدث كل واحد أخذ منه. هذا برجعنا يمكن اللي تحدثت عنه بالبداية دكتور دواري، كل قضية الخيال وكل شخص يمكن كيف بيرسم خياله، أو كل شخص كيف ببني قصة حياته، ببني الواقع. إحنا عايشين في واقع اللي إحنا بنبنيه، بس إحنا مفكرينه إنه هذا الواقع الموضوع، عشان هيك بنختلف أنا وياك أو مع اتنين بيختلفوا لأنه مفكرينه. لا، كل واحد ببني الناراتيف تبعه. قصه قضية الذكريات كتير كتير مهمة في العلاج النفسي. لما أنت بتأخذ ذكرى أو تنتين أو ثلاثة من حياة البني آدم، هي زي عينات من نهر حياته. كيف بتأخذ أنت عينات من نهر بتحللها بتعرف عن مسيرة النهر كلياته أو مضامين أو يعني مكوناته، المينرالز والفيروسات اللي فيه من تحليل العينات. تأخذ كم من ذكرى من حياة بني آدم، أنت بتقدر تحللهن وتعرف المضامين، شو المضامين الأساسية، كيف هو بطلع على حاله، كيف هو قرأ الآخرين، وكيف واجه الدنيا. وإذا أنت بتأخذ هاي العينة أنت بتقدر تعرف عن شخصيته اليوم. صحيح. عشان هيك تحليل الذكريات وعمليا أداة لتحليل شخصية البني آدم من خلال كم من ذكرى اللي هو بيحكي عن حاله. صحيح. احنا هيك بسبب ضيق الوقت نحاول هيك نفوت بأكثر من مكان. دكتور، يعني طرق التنويم المغناطيسي يلي تحدثت عنها حضرتك، كل قضية الهيبنوزا والتنويم المغناطيسي من خلال تحضيري لهي الحلقة، هناك ربط كتير موجود بأكثر من مكان بقضية التنويم المغناطيسي والسحر والشعوذة. يعني وللأسف
للأسف الشديد هناك مجموعة من الأشخاص الذين يتعاملون بقضية السحر والشعوذة يدعون أنهم يجيدون التنويم المغناطيسي ولكن ليست لأسباب علاجية وإنما لأسباب سحر وشعوذة. بدي منك هيك تحاول تعطينا تفسير على هذا الموضوع، لأي مدى فعلا المشعوذ بإمكانه أنه يقوم بعملية هيبنوزا أو تنويم مغناطيسي؟ الوحيد اللي بيقدر يقوم في عملية تنويم مغناطيسي هو شخص مختص في الموضوع وأهل وساوى امتحان بوزارة الصحة علشان نقدر نسميه أنه بيقدر يساوي تنويم مغناطيسي. نسميه مهابنات مهابنات بيقدر يساوي تنويم مغناطيسي. موضوع الشعوذة والسحر مظبوط، هاي الشغلات اللي رافقت كل الدراسة أو دراسة العلاقة ما بين الجسد والنفس وعلاج أمراض جسدية ونفسية وإلى آخره عبر التاريخ من آلاف السنين لحد القرن الثامن عشر. وبالقرن الثامن عشر اللي صار أنه أخذ موضوع التنويم الصبغة العلمية أكثر، فصاروا أطباء يستعملوه، صار في أبحاث حواليه، ولكن هذا لم يمنع كمان لحد اليوم مشعوذين وإلى آخره أشخاص اللي هن يكملوا يستعملوا هاي الطريقة. وهذا ممنوع قانونيا. في الدولة هون في إسرائيل اللي في ثلاث مهن اللي هن مسموح لهم يستعملوا التنويم المغناطيسي بشكل قانوني، هن أطباء أسنان وأخصائيين نفسيين. هذول الثلاث لازم يمرقوا في دور التأهيل ويتقدموا الامتحان في وزارة الصحة ويأخذوا رقم وإلى آخره. بس هذول كل واحد آخر اللي هو لم يتأهل من وزارة الصحة هو ممنوع يستعمل هاي. ليش أنا بحكي الشغلة هاي؟ لأن بحكي الشغلة هاي كثير مهمة، لأنه كان في حوادث حالات معينة. في حادثة في إسرائيل هنا اللي يعني بإنسانة اللي طفلة اللي تعرضت لتنويم مغناطيسي بين قوسين من شخص اللي هو غير مؤهل ولم تستيقظ منه. أخذ منها حوالي سنين طويلة تنه عولجت، فترات طويلة تنه قدرت تطلع من التنويم المغناطيسي اللي واحد بعرض مسرحي نومها وما قدرش يفيقها. لأنه من خلال تأهيل المنوم بشكل قانوني وبشكل علمي هو بتعلم وبعرف كيف يتعامل مع حالات معينة للأشخاص هني يمكن صعب يفيقوا منها. بدنا بنحاول، حكينا هيك تحت الهواء، حكيت انه بدك تحاول تعمل لك ولو تدريب بسيط تبع دقيقة لمحاولة تنويم مغناطيسي. لا، بدناش نسوي محاولة تنويم مغناطيسي، ولكن ممكن احنا يعني بدقيقة ممكن اسوي معك تمرين صغير اللي انا بسويه مع كل واحد بيجي لعندي بهدف العلاج، انه بتقعد بشكل مريح لدقيقة. اوكي، غمض عيونك فادي. هو بتقدر تمد ايديك هيك لقدام شوي، تغمض عيونك وتتنفس بشكل هادي، ركز بالتنفس شوي. اوكي، حس ايديك ثنتين، ركز فيهن وتخيل، بس تخيل، بالمناسبة الخيال بروف مروان، تخيل انه ايد واحدة من الايدتين مربوط فيها بالون هيليوم كبير، خيط، والايد وانت مغمض عيونك بس ما تسويش ولا اشي، بس تخيل البالون مربوط بالايد، والايد عمال بتكون خفيفة، عمال تطلع شوي. حلو. الايد الثانية فادي، تخيل انه هي مربوطة بجنزير حديد، وباخر الجنزير في كتلة حديد كبيرة وزنها 4-5 كيلو، والايد عمال تثقل من قانون الجاذبية، عمال تنزل شوي لتحت، ايد ثقيلة عمال تنزل، والايد المربوطة بالبالون عمال ترتفع، خفيفة. اسو انت بهذا الوضع، فتح عيونك وطلع على ايدك ثنتين، خلص. تخيلت ايدك الشمال هي مربوطة في حديد؟ صح. وإيدك اليمين مربوطة فيه. بس أنت كان عندك نوع من المقاومة، حب السيطرة بالأول على حالك، وهذا كثير تمام وهذا طبيعي جدا يكون. بس هذا خيال. نرجع لموضوع الخيال اللي يعني اللي أنت فتحته واللي بروف مروان متخصص فيه. أنت تخيلت بس إنه فيه وأنا كتلة حديد مربوطة وأنا في بالون وإيدك تغيره. أنت ساعدتني بالموضوع ولا؟ إيش يعني ساعدتك؟ يعني أنت نزلت خصوصي أو رفعت خصوصي؟ لا. لأنه إحنا على البث؟ لا. أوكي، ممتاز. فهي هذا التمرين صغير، فاحنا بنعرف هل الايد اللي بتنزل هي السائد، هي قويه، فساعتها هذا بيساعدنا احنا نعرف بانه طريقه افوت البني ادم
للهيبنوزي. بما انه انا حسيت بهذا المحل عن جد بطل في عندك سيطره على انه أوكي. يعني بتصير حاسس انه عن جد في شيء عم بجر لك ايدك لتحت بس مش بقوه يعني اوكي شوي شوي انك انت تجاوبت مع الايحاء تبعه. شخص ثاني ممكن ما تجاوبش ايديه يضلوا هيك. هذا كمان بفرجيك قديش هو قابل هذا تيست لانه يفحص قابليتك للايحاءات للهيبنوتابيليتي او حسبها بتقرر كيف وحتى الشخص اذا انت ظلتك هيك فعمليا في طرق اخرى يعني اذا عندك حب او رغبه او حاجه في السيطره على نفسك انك ما تكون ما عندك قابليه سهله للتنويم ففي طرق ثانيه اللي تنوم فيها فيعني وين ما تروح وراك جميل. يعني اعتقد انه باختصار عم نتحدث عن ندوه شيقه جدا راح تكون في مدينه حيفا في مسرح الميدان. هي دعوه لكل شخص عم بشوفنا التواصل التفاصيل اكثر من حضرتك بروفيسور دويري حول الندوه بثلاثة خمسة في يوم الخميس الجاي بمسرح الميدان الساعه 7 المغرب. ورأي هاي المحاضرة مخصص لجمعية التوجيه الدراسي في حيفا. جميل. كل رأي المحاضرة رايح لهناك. جميل. في 3/5/3 أيار الساعة 7 المساء في قاعة مسرح الميدان مدينة حيفا سيتحدث بروفيسور مروان دويري عن كل قضية الخيال والأحلام ودكتور علي بدارني سيتحدث عن كل ما يتعلق بالتنويم المغناطيسي والهيبنوزا ورح نروح هناك برحلة جميلة جدا أنا متأكد ما بين الواقع والخيال. أنا سعد جدا اليوم في هذا الحوار بالرغم من انه كان قصير هيك ويمكن ما قدرنا نفوت بكثير تفاصيل بس بدنا هذا كان تيزر لشو بستنى الحضور في المحاضره. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور علي بدارني شرفتني بحضورك. بروفيسور مروان دويري شكرا جزيلا لحضورك وفعلا احنا على موعد مع محاضره شيقه جدا راح تكون كثير شيقه المحاضره فعلا ما في عندي شك وكل التفاصيل اللي تحدثنا فيها راح تحضر فيها هناك بتوسع طبعاً. واللي بده يسجل المحاضرة بعد في أماكن محدودة يفوت على الفيسبوك عندي أو عند دكتور علي بيقدر هناك يسجل للمحاضرة. فإذا المقاعد اللي بقيت محدودة بإمكانكم التواصل مع دكتور علي بدارني وبروفيسور مروان دويري من خلال صفحات الفيسبوك وكيفية وهناك بتعرفوا كيفية الحصول على ذاك. شكرا مرة أخرى بروفيسور مروان. شكرا دكتور علي بدارني. لهم كنا وصلنا لختام الفقرة الأولى. الفقرة الثانية راح تكون موجودة معنا الفناني سيدر زيتون لنتحدث عن الإصدار الفني الجديد الذي حملته من العاصمة اللبنانية بيروت بتوقيع كبار الشعراء اللبنانيين. تفاصيل أكثر بعد الفاصل خليكم معنا.